من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل لهم مواسم للخير يكثر أجرها ويعظم فضلها، حتى تتحفز الهمم وتنشط العزائم ابتغاء الأجر العظيم والثواب الجزيل. وشهر رمضان من أعظم تلك المواسم، فهو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر ينادى فيه: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ففي رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، ولله فيه عتقاء من النار كل ليلة. وكان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويبين لهم فضائله ليحثهم على الاجتهاد في العمل الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها قد حرم. ومن سنة وهدي رسولنا أن نقول عند رؤية هلاله: الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى. ربنا وربك الله هلال رشد وخير. فحري بنا أن نحسن استقبال هذا الوافد المبارك قبل أن يودعنا ويرتحل عنا ويكون حجة علينا يوم الدين. فالمحروم من حرم نفسه فقصر في طاعة ربه في هذا الشهر العظيم. فلنحرص إذن على استقبال هذا الوافد المبارك، ولنحسن استغلال أيامه ولياليه فيما يقربنا من خالقنا، لنتعرض لنفحات ربنا، ولا نكن ممن همه في استقباله تنويع المأكولات والمشروبات وإضاعة الأوقات والصلوات. فسرعان ما تنقضي الأيام والساعات حتى يقال انتهى رمضان، بعد أن يفوز فيه أقوام ويخسر آخرون. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم، إنه جواد كريم.